تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات. حيسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلينا نتعرف على تفاصيل هذه الموجة الحارة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك استاذ مصطفى وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اخبار الموجه الحاره ايه؟ هتستمر لغايه امتى؟ وبعدها هتكون يعني هيكون الطقس ملامحه عامله ازاي؟ هل سيعود كما سبق ولا يعني هتستمر الموجات مره اخرى؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا بدانا ارتفاع قيم درجات الحراره من قبل، اليوم الاربعاء تكون ذروه هذه الموجه الحاره، لان العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان تكون 40 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده يعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي 5 لـ6 درجات نتيجه تاثر البلاد بالكتل الهوائيه الصحراويه الجنوبيه، الكتل دي مرتفعه في قيم درجات حرارتها، فده اللي هيؤدي اليوم للارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره. خاصة كمان ان احنا فترات النهار هيكون في زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس، يعني ما فيش اي سحب مؤثرة، فده بيساعد على الارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة. صحيح. عشان كده طقس النهارده هيكون طقس شديد الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ما عدا المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية، طقسها هيكون حار فترة النهار. لكن نسب رطوبة نتيجة ان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية نسب الرطوبة منخفضة، فده يساعد ان قيم درجات الحرارة المحسوسة ما تكونش مرتفعة بشكل كبير نتيجة انخفاض نسب الرطوبة، وده في معظم طبعا المحافظات. بنيجي كمان في فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. يمكن فترات الليل هتتأثر أيضا بالارتفاع في قيم درجات الحرارة، صغرى فترة الليل ما بين 27 ل 29 درجة مئوية، وأجواء فترة الليل أيضا هي أجواء مائلة للحرارة. كمان اليوم مع الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحرارة عندنا اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم المحافظات، ويمكن ده اللي يساعد إن احنا نشوف بعض الشوائب والأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويمكن ده ممكن يأثر على الرؤية الأفقية على بعض الطرق في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري. الارتفاع ده ان شاء الله مكمل معانا بكره الخميس كمان، ويمكن كمان بكره الخميس هتستمر درجات الحراره مرتفعه بالشكل الكبير، وعظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، مع يوم الجمعه تنخفض انخفاض طفيف بمعدل درجتين لـ3 درجات، وتكون عظمى على القاهره الكبرى 35 لـ36، لكن هنحس بالتحسن ان شاء الله من يوم السبت. أيوة. يعني يوم السبت اللي جاي نبدا نحس بالتحسن في الاحوال الجويه مره اخرى، ترجع قيم درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه، ويستمر معانا التحسن ده على مدار الاسبوع المقبل، واللي فيه العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 33 ل 34 يعني هذه الموجه موجه مؤقته يا دكتوره. الناس اتبسطت ربما في الايام اللي فاتت وقالت ان يعني ايه حراره الجو بدات في الانخفاض، وبعد كده جت هذه الموجه. هل الموجه دي موجة مؤقتة ولا هيصحبها موجات أخرى وهيستمر فصل الصيف أيضا يعني بأشكال مختلفة؟ لا، هي طبعا أكيد موجة مؤقتة وسريعة كمان، يمكن احنا كنا قبل كده في فصل الصيف الموجات كنا بنشوفها موجات طويلة، لكن دي موجة مؤقتة سريعة إن شاء الله نبدأ نشعر بالتحسن الطبيعي من الجمعة، التحسن الكبير من يوم السبت، لكن احنا كمان لسه ما زلنا في فصل الصيف، فصل الصيف ينتهي 22 سبتمبر إن شاء الله ويبدأ معانا فصل الخريف، لكن وارد في فصل الخريف وخاصة في النص الأول نشوف بعض الارتفاعات اللي بتبقى في قيم درجات الحرارة تكون فيها أعلى من المعدل، لكن مش بتبقى بس الكيفية زي فصل الصيف، خاصة إن احنا تدريجيا السمة الأساسية خلال الأشهر اللي جاية هيكون هو قيم درجات الحرارة المنخفضة اللي فيها تحسن، اللي قد يتخللها بعض الأيام اللي فيها ارتفاعات. كمان هنلاحظ انخفاض قيم درجات الحرارة في النص الثاني من شهر 9 مع اضطرابنا أكثر في فصل الخريف، البروده في فترات الليل وفرق قيم درجات الحراره. طبيعي. فبالتالي حتى لو في تحسن في الاحوال الجويه هي السنه السائده ممكن نلاحظ بعض الايام فيها ارتفاعات، لكن مش بالشكل الكبير. المهم بس صحيح. النهارده وبكره تحديدا في ذروه هذه الموجه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، نتناول قدر كبير طبعا من المرطبات والسوائل، وبقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده جدا. نصائحنا ايه لكبار السن ومرضى الحساسيه؟ احنا طبعا يمكن هنلاحظ النهارده في بعض الاتربه والرمال المثاره هي طبعا يعني مش موجوده بشكل كبير، او الاتربه العالقه مش هتاثر بشكل كبير على انخفاض الرؤيه الافقيه، لكن ممكن مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه يتاثروا بيها، فمهم النهارده واحنا خارجين يفضل مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه نرتدي اهتمامات،
مهم كمان لو احنا خرجنا يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس. طبعا احنا قلنا نتناول قدر كبير من المواصفات والسوائل، وطبعا مهم ان احنا نتابع النشرات الجوية في الفترة دي، لان الفترة دي هي فترة انتقالية ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، الخرائط الجوية والتنبؤات الجوية بتتغير في اي وقت. صحيح، شكرا لك يا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك.